E اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا معنا في هذا العدد الجديد من حصه منشات نواصل معكم الحديث عن الازمه الاوكرانيه وقد بدانا في الجزء الاول واحطنا بالكثير من المقدمات ان صح التعبير حول جذور هذه الازمه وخلفياتها هذه المره سنواصل مع الاستاذ حسن قاسمي ضيفنا الذي كنا معه في الجزء الاول وواصل معه في الجزء الثاني الحديث عن التداعيات قبل الحديث عن التداعيات ربما ما هي يعني سنحاول الحديث يا استاذ حسن قاسمي عن خطوره وتعقد هذه المساله مسالة مسالة التي هي في الحقيقة أصبحت تشد كل أنظار العالم الجميع التلفزيونات والمواقع وغير ذلك لا حديث لها إلا عن أزمة أوكرانيا. يعني في هذا الموضوع يعني ندخل مباشرة في يعني في الصراع الخفي اللي ربما اللي في اوروبا الشرقية خاصة اوكرانيا ولكن اوكرانيا يعني سي لارب كي كاش لا فوريم يعني في الصراع التي تغطي في الغابة نعم. في الصراع هذا ما كانش الا اوكرانيا نعم. يعني اوكرانيا اوكرانيا هو امتداد الى كل منطقة القوقاز منطقة القوقاز فيها ارمينيا جورجيا والأزربيجان وفيه بحر القوقاز لا مير كوكاز، هنا لازم يعني نعطوا بعض المعلومات للمشاهدين، ان بحر الكوكاز هي من اغنى منطقة في العالم فيما يخص الغاز والبترول. هنا والمواد يعني الاخرى الطبيعية الغاز مم. والبترول، مم. فيه كميات يعني معتبرة مليارات كبيرة. كبيرة، كبيرة، نعم بالمليارات يعني متر كوب من الغاز, والبترول يعني نعم. كميات عظيمة نعم. والكوكاز هذه النقطة الأولى والكوكاز هو امتداد أيضا للسوق التجاري اللي تشرف عليه الصين وروسيا السوق التجاري الذي يسمى لو مارشي اورو ازياتيك مم. السوق الأوروبية الأسيوي. الأورو الأسيوي يعني في هذا الموضوع نفتح قوس ونتكلم على المارشي أورو أسياتيك مارشي أورو أسياتيك هذا سوق تجاري اللي اللي أكبر دول في العالم الصين نعم. روسيا تركيا إيران وكل بلدان القوقاز المحيطة يعني نعم بكل إمكانيات والموارد البترولية والغازية والمنجمية اللي موجودة في هذه المنطقة وهنا يعني العقوبات الأمريكية اللي ممكن, اللي ممكن يعني في هذا الصراع تستر ضد الصين أو روسيا أن بوتين وكسيبينغ رئيس الصين يعني اجتمعوا وحذروا يعني مخطط بديل طب. بديل ان ب بي لا. وهو اذا كانت فيه يعني لا. دي سانكسيون ايكونوميك على الصين وروسيا يعني كل التجارة الصين وروسيا تتحول الى السوق الاورو اسيوي م. وهنا ممكن نقول ان الاقتصادات الغربيه لي ايكونوميك العقوبات الاقتصاد العقوبات الاقتصاديه للولايات المتحده ما تكونش عندها تاثير كبير بل تكون بالعكس يكون عندها تاثير على وهذا الشيء اللي نعم. يجعل يعني كيسنجر قال ان من الدوله التي س يعني تستحوذ يعني. تستحوذ على هذا السوق الاورو اسيوي هي التي ستحكم العالم نعم قال كيسنجر يعني بالحرف يعني بالحرف الواحد لو بي كي دومينرا لو مارشي اورو اسياتيك كوموندرا كوموندرا لو موند والصراع هنا الولايات المتحده تحاول باش تدخل الى القوقاز للسيطره على تكون موجوده في السوق الاورو اسيوي نعم وتغلق الباب على الصين وروسيا وتسيطر على كل يعني الموارد الاقتصاديه بما فيها البترول والغاز اللي موجوده في القوقاز وهنا بين هو الصراع لب الصراع اللي راهي موجود الفرق في كل هذه المنطقه الفرق بين بايدن وترامب ترامب كان يعني العداء تاعو موجه للصين حرب تجاريه تقريبا اربع سنوات من يعني سي يعني رئاسه ترامب كانت موجهه اكثر للحرب التجاريه ضد الصين وربح علاقات وديه مع روسيا بشكل يعني نسبي العكس الان مع الديمقراطيين مع بايدن الان يعني فيه نوعا ما اهمال للصين واتجاه نحو المواجهه مع روسيا شوف فيما يخص ما سبب هذا التغيير هذا حاولنا نقارنوا ما بين رئيسين يعني يعني ترامب هو رئيس يعني التكوين تاعو تجاري نعم يعني الربح إيه. السريع نعم إيه سي ان بريزيدون سي انوم دارفير سي انوم دارفير سي ان بريزيدون نعم كي فو دوبلي سون شيف دارفير دورا لانين نعم إيه. حاول بكل امكانيات كل مداخل تاو كبيره جدا مم. مم. وكان مع السعوديه مع نعم. آه، الشرق الاوسط كل البلدان يعني ابتزهم يعني الى اخر النهاية ابتزهم نعم. يعني بقوه وكان يعني حول يعني كميات نعم. كبيره من الاموال من الشرق الاوسط الى الولايات المتحده ما فيما يخص بيدان هو هو رجل هو رجل, رجل سياسي. كبير مم. ضعيف نعم ولاحظنا ايضا رجوع ال 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 دي نيو كونسرفاتور ماشي الرجوع بقوه المحافظين المحافظين جدد للنيو كونسرفاتور رجوع حتى في الولايات وهذا اللي ربما اللي رانا في اوروبا الصراع الكبير اللي راه موجود ما بين روسيا م. والولايات المتحده ناتج على رجوع يعني لو كلو كونسيرفاتور في السياسه الخارجيه الامريكيه وهذا الشيء ربما خطير جدا نعم. ممكن تكون عنده عواقب يعني أه، تبيعي. كارثيه تبيعي. اذا ما نعم. رجعناش الى لغه الحوار الى الدبلوماسيه يعني آه الخروج من هذه يعني الـ الـ الوضعيه الخطيره اللي ممكن يعني تنتهي بصراع خطير جدا ما بين قوتين. طيب اوروبا في كل هذا راينا بان اوروبا تتحرك بقوه على المستوى الدبلوماسي المانيا التي كانت متقوقعه على نفسها خرجت وحاولت ايضا التصدي لاحتمال نشوب حرب في المنطقه بامكانياتها وفرنسا ايضا انتقل الرئيس ماكرون الى إلى موسكو وإلى كييف لمحاولة تقريب وجهات النظر ومحاولة تهدئة الأمور وغيرها من المحاولات الأوروبية أوروبا قلقة أستاذ يعني فيما يخص أوروبا لازم نفهم يعني نفهم بعض العناصر الهامة جدا أولا ألمانيا أولاً ألمانيا هي القوة الاقتصادية يعني لأوروبا سي لو بوما ايكونوميك المانيا كانت عندها يعني امراه سياسيه قويه ماكيلا <تكلم> كانت عندها شخصيه يعني قويه جدا وكانت تفرض نوع التوازن ما بين الولايات المتحده واوروبا <تكلم> هناك تفكير بين قوسين استاذ في ان ترسل أنجيلا ماركل بنفسها من طرف الشانزلي يعني الـ الـ المستشار الالماني الجديد الى إلى روسيا وإلى يعني بلدان أخرى لمحاولة لعب دور يعني في تهدئة الأمور و... يعني دعني يعني اكتمل لأنه الفكرة, لأنه أنا الفكرة يعني نعم. فيما يخص العلاقات ما بين أوروبا والولايات المتحدة. الولايات المتحدة يعني تعمل بكل قوها أن تجعل فرنسا. يعني فرنسا يعني الأوروبا اوروبا اوروبا الاتحاد الاوروبي نعم. كشريك ضعيف مم. الولايات المتحده ماهيش في صالحات باش تكون اوروبا تكون قويه وربما تنافس مصالح 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 الولايات المتحده في اوروبا اذا الولايات المتحده يعني عملت يعني منذ يعني عقود يعني باش تكون اوروبا ما تكونش يعني قوه اقتصاديه كبيره وتكون ضعيفه باش تسمح للحلف الاطلسي يكون دائما يهيمن على الاتحاد الاوروبي ويجعلها تحت يعني وسايط الولايات المتحده، نعطيك مثال فيما يخص في الجيش الاوروبي، لا ديفونس اوروبيان، يعني الولايات المتحده هي اللي ما تسمحش لاوروبا باش تخرج من الحلف الاطلسي وتكون الجيش نتاعها وتكون الجيش أنا يكون قادر باش يحمي مصالح أوروبا. مصالح اوروبا هذا ممكن ولكن الولايات المتحده ترفض باش اوروبا تكون عندها جيش موحد ليحمي مصالح اوروبا في على مستوى على مستوى الاتحاد الاوروبي ولا تريد ان تكون لها قوه خارج الحلف الاطلسي نعطيك التي... مثال ثاني هذا المثال نعم. الاول نعم. مثال ثاني نعطيك مثال ثاني وان انجيلا ماركل يعني قامت بعقد ما بين بوتين وروسيا والمانيا وانجاز الخط الانبوب انبوب الغاز يعني ستريم 2. <applause> هذا خوب هذا الانبوب الغاز هذا يعني المبلغ تاعو 10 ملايير اورو. الولايات المتحده يعني دخلت بكل قوه باش يعني يعني الانبوب هذا ما يدخلش في الخدمه باش ما تكونش روسيا عندها يعني ان لوفي يعني. على اوروبا اذا هنا دخلت بقوه والولايات المتحده دخلت على هذا المشروع اللي انتهى في يعني وصول لما في ابريل 2020 م. ولكن ما دخلش حيز الخدمه على اساس ان الولايات المتحده اخذت كل الاجراءات وضغطت بقوه باش باش الانبوب الغاز ما يدخلش في الخدمه وما يلحقش الغاز الروسي الى اوروبا. اذا هذه النقطة المثال الثاني وهنا يعني الولايات المتحده يعني الهدف نتاعها هو اضعاف روسيا واضعاف اوروبا واضعاف الصين باش تقعد يعني هي الولايات المتحده باش تقعد مهيمنه على نعم مهيمنه على العالم. مهيمنة نعم. على العالم. العالم. هنا ربما نروح الى نقطه اخرى ما يتطور حاليا في بحر الصين طيب قبل الحديث عن هذا الموضوع لأنه ربما قد يستغرق وقتا أطول لكن قبل أن نختم الحديث عن هذه النقطة بالذات أسألك ما هي أدوات الضغط من الجانبين ما هي المكتسبات التي يمتلكها تمتلكها روسيا مثلا للضغط خارج الجانب العسكري الاقتصادية السياسية وغير ذلك ب مقابل الحلف الاطلسي والولايات المتحده الامريكيه وما هي ايضا الأدوات الضغط التي تمتلكها تملكها الجهه الاخرى يعني فيها تلويح بعقوبات اقتصاديه جديده وفيها كثير من الادوات. نرى رانا في الحرب الخافية. نعم. في الحرب الخفيه. نعم حرب نرانا في حرب الخفيه ويعني نعم. روسيا عندها عندها يعني الغاز مثلا ان لوفي دو بيسونس هو الغاز نعم. يعني احتياجات اوروبا 40% من احتياجات اوروبا 50% في احد 50% قولوا 40% نعم. تاع احتياجات اوروبا يعني تاتي من تاتي من يعني روسيا يعني من, من روسيا الغاز الروسي ولكن الولايات المتحده وقطر أو, او الجزاير او غير قادره ان على تستخلف نعم. ان تستخلف الغاز الروسي نعم. في اوروبا والشيء اللي يجعل ان الغاز يعني اسعار الغاز ارتفعت جدا نعم وكانت يعني بعض الضغوطات لروسيا يعني خفضت من الكميات من الكميات تاع الانتاج تاع الغاز نحو اوروبا لكي لا تسمح لاوروبا باش تكون عندها يعني دي, 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 دي ستوك دو سيكوريتي نعم, نعم. وهذا الشيء اللي جعل الشيء اللي نعم. جعل ربما يعني لو يعني روسيا يعني تغلق يعني روبيني دو غاز نعم. يعني اوروبا تنهار اقتصاديا نعم اوروبا ستنهار اقتصاديا نعم. اذا هنا فيه طوارئ للولايات المتحده يعني تتدخل يعني بكل امكانياتها باش تضغط على قطر باش قطر ترفع الانتاج تاعها ولكن قطر عندها انتاج ما تنجمش تلبي احتياجات لان عندها صفقات مع الصين نعم. لا يمكن يعني يعني ولان ولان ايضا يعني عقود الغاز هي طويله المدى طويله المدى ولكن, نعم ولكن 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 فيه لا مارشي سبوت سي لو مارشي ليبر اللي الغاز يتباع ممكن بحريه ممكن غير رسمي يعني والجزائر ايضا نعم يعني عندنا رانا نبيعوا نعم الغاز في لو مارشي سبوت وهذا ممكن نعم يدخل امكانيات نعم نعم واموال كبيره للجزائر طيب اذا الضغوطات اما الولايات المتحده لازم تعرف ان الولايات المتحده هي التي يعني تسيطر على كل مؤسسات الماليه العالميه والبنكيه وممكن هنا نا. يعني تكون, تكون عقوبات تكون اقتصادية. عقوبات اقتصاديه كبيره اتجاه الصين او اتجاه ولكن روسيا. هنا فيه ايضا ربما عواقب اخرى الصين وروسيا عندهم امكانيات اخرى يعني يوجهوا التجاره تاعهم الى السوق الى سوق الاورو اسيوي نعم تستنتج ان الحرب ليست عسكرية فقط إنما الجانب العسكري ما هو إلا بعد من أبعاد الحرب هي حرب استراتيجية بين الغرب والشرق بشكل عام وبين روسيا والولايات المتحده الامريكيه بوجه خاص لكن هذه الحرب وهذه الهستيريا وهذا لا يمكن ان يمر دون ان يعني يخلف تداعيات وانعكاسات على المنطقه العربيه والافريقيه والجزائر بالاخص هل يمكن ان تحدثنا عن هذه الخلفيات؟ هذه يعني الصراعات وصلت الى الشمال افريقيا نعم منذ سنين منذ نعم. 2011 هذه الصراعات يعني تدخل حلف الاطلسي في ليبيا نعم يعني هذه من تطورات هذه الصراعات اللي راهي موجوده بين والعظمى نعم اللي ربما الولايات ودخول روسيا ايضا في ليبيا ومالي. والولايات المتحده الولايات و... المتحده عندها معسكرات معسكرات في افريقيا عندها اكثر من آه قواعد عسكريه قواعد عسكريه نعم. اكثر من 54 قاعده عسكريه في افريقيا واغلب من القواعد العسكريه الامريكيه غير معلن عنها سيدي بو وبعضها ايضا صهيونيه آه يعني امريكيه صهيونيه ما فيش فرق يعني مم. لماذا لان لو كومبلكس ميتار واندستريال امريكان يعني والحلف الاطلسي تهيمن عليه يعني تهيمن تهيمن عليه يعني الولايات المتحده اللوبيات الصهاينه نعم. 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 اذا هذا الخطر موجود في 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 هذا يعني في هذا الموضوع ان الصراع يعني تحول من الشرق الاوسط الى الى المغرب والى الساحل هنا يعني لاحظنا ان سقوط وانهيار ليبيا وكان في المخط ايضا ان يكون فيه انهيار الجزائر ولكن الجزائر يعني كانت عندها امكانيات ومؤسسات مقومات ما نقارنش مع ليبيا لان ليبيا ما كانتش عندها مؤسسات قادره على مواجهه هذه الصراعات نعم. القويه الدوليه والجهويه بصراع الجزائر بصراع كانت, عندها نعم. كانت عندها كانت عندها ذا السنيوره اللي جات لصحه الجزائر يعني باش تواجهها في الصرعات يعني دمويه يعني زي 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 يعني الصرعات يعني رهيبه جدا والربيع العربي وانا اسميه الربيع الصهيوني سي لو سي لو سي لو سي لو اللي تحول الى الجزائر باش يقضي على كل هذه الدول يعني باش تكون يعني لو كرون موين من من لوسيون حتى لاتلانتيك طيب الـ الـ ولكن بالمقابل ايضا راينا تدخلا روسيا في ليبيا والان روسيا تريد ان تستخلف فرنسا في مالي وما يحدث الان من دو... من يعني نداءات لخروج فرنسا من مالي وربما القمه الاوروبيه الافريقيه ستعالج الامر يعني, يعني هناك اراده لطرد اوروبا كلها من من مالي وعلى راسها فرنسا وروسيا تريد ان تكون البديل على المستوى العسكري، وإلى جانب الصين التي يمكن أن تكون أيضاً بديلاً على المستوى الاقتصادي والتجاري. يعني ما إلا 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 إلى... ماد... روسيا ما دخلتش إلى في إفريقيا إلا روسيا ما دخلتش إلى إلا في ليبيا، روسيا دخلت في سير... في سوريا. و... نعم، في سوريا أنا... لاحظنا أن سوريا في إفريقيا الآن سوريا أو... أنا... سوريا نعم. يعني روسيا دخلت بقوة وفتحت قاعدة عسكرية كبيرة ولاحظنا أن في الصراع اللي كان موجود في سوريا أن ما كانش صراع مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا وهنا م. انسحبت روسيا انسحبت في في افغانستان الولايات المتحده انسحبت في افغانستان وانسحبت في العراق في سوريا نعم. والعراق وهذا اللي ما يجعل ان نقول ان الولايات المتحده يعني من ناحية الإمكانيات ومن ناحية الاقتصادية يعني أصبح يعني صعب عليها تشعر بأنها أن تفتح, أن تفتح جبهات عدة أخرى. جبهات نعم. يعني جبهات على مستوى العراق وسوريا و... و... وأوكرانيا وإذا هذه يعني التطورات بينما روسيا عندها طموح يعني. روسيا راهي روسيا والصين نعم روسيا والصين نعم. يعني راهي موجوده بقوه في افريقيا وخاصه وخاصه فيه مشاريع استراتيجيه للصين مثل الطريق الحرير لا روت دو لا من اسيا الى القوقاز وتدخل الى البحر الابيض المتوسط وتمر على الجزائر وتدخل الى افريقيا الصين الشيء اللي ربما الاوروبيين ما عندهمش ولا الولايات المتحده ما عندهمش، ان الصين عندها قوه ضاربه ماليه تدخل بامكانيات ماليه م -م. ضخمه اللي تسمح لها باش تستحوذ على كل هذا يعني الفضاء اللي راهو بقيت لنا بعض الدقائق لنهايه الحصه نغتنمها للحديث عن الجزائر ما هي التداعيات؟ كيف يعني ستستقبل الجزائر التداعيات وانعكاسات إذا لا قدر الله يعني نشبت حرب او تطورت هذه الصراعات في شرق اوروبا يعني الحروب الكلاسيكيه يعني انتهت نعم يعني احنا تطورنا الى حروب هجينه نو سوم نعم. دون دي غير سوبفيرسيف الجزائر راهي في عين العصير، اللي دون لوي دو سيكلان. <تصفيق> <تصفيق> يعني الاعصار. نعم. الاعصار. الاعصار في عين الاعصار. العصير يعني. في عين <applause> الاعصار، راهي <applause> موجودة في اللي لجيري اي دون لوي دو سيكلان. <applause> وخاصة بعد يعني ما يعني وصلت يعني الكيان الصهيوني إلى إلى المملكة المغربية. المنطقة. المغربية يعني وحاولت يعني, نعم. يعني يا اون تونتاتيف دونسيركلوموند دلد دو لجيري على مستوى. الحدود الغربيه وعلى مستوى ولاحظنا ايضا على يعني في اختراق كبير لليبيا من طرف الصهاينه وكان فيه بعض التطورات اللي ربما خطيره اللي ممكن يعني ايضا يعني اذا لا يعني, يعني هذه ستكون يعني لتداعيات الحرب هذه الشامله في شرق اوروبا سيكون عندها داعية على من هذا من هذا الباب يعني نتائج في الجزائر من ناحية العسكريه غير ممكن يعني الهجوم على الجزائر بطريقه او من اخرى لماذا؟ لان الجزائر عندها امكانيات رضعيه ارضيه كبيره كبيره قويه نعم اذا الامكانيه الاخرى اللي راهي موجوده هي الحرب الهجينة على الجزائر لا سوبرسيف على الجزائر وخاصة عن طريق الحرب السيبرانية عن يعني. طريق السيبرانية وعن تهييج الشارع الجزائري باش يضغط باش تكون فيه انهيار السلطة وانهيار الدولة الجزائرية هذو هما السيناريوهات اللي راهي موجودة حاليا اللي ربما كيف التصدي لهذا استاذ؟ التصدي لها اولا الجزائر لازم يعني تقوي الجبهة الداخلية قبل ما نقوي الجبهة الداخلية الجزائر دي فراجيلتي امبورطونت عندنا يعني هشاشه هشاشه وعندنا ضعف من الناحيه الاقتصاديه لازم لا. نعم. دعم بقوه الجبهه الاقتصاديه باش تكون الجزائر اولا تكون عندها اون سيكوريتي نعم هذا ام سيكوريتي اقتصاديه علمانتار. نعم سيكوريتي من غذائي و سيكوريتي اليمونتير سيكوريتي اندستريال سيكوريتي سانيتير <applause> اون ناسيونال. الجزائر اذا ما كناش نعم. قوه اقتصاديه اللي نسمح باش ننتج الحبوب في الجزائر يعني رانا في خطر. نعم. لو كان تنشب حرب بين اوكرانيا والولايات وروسيا يعني حبوب اوكرانيا ما توصلش الى الجزائر. نعم. وهذا خطر. وهذا خطر كبير على الجزائر لان الشعب يعني, يعني يتعرض الى مجاه. نعم. اذا هنا اولا من ناحيه استراتيجيه يعني اول دعم الاقتصاد باش يكون اقتصاد قوي منتج ونخرج من تبعيه من البترول الخاص باش من جعل من الجزائر قوه جهويه يعني كبيره ويعني يعني ربما قوه ضاربه يعني الجانب الثاني العسكري يعني الجزائر عندها امكانيات يعني كبيره قويه رادعه اللي ربما ما تسمحش باش يكون فيه تدخل اجنبي على الجزائر كما يعني لاحظناه في سوريا لحظنا وكما لاحظناه في ليبيا الجزائر عندها امكانيات التعاون العسكري يعني بنسبه كبيره رح مع روسيا يعني هل سيكون لهذا تاثير يعني على ولو غير مباشر اذا كانت اذا رحنا الى حرب عالميه ثالثه أولاً وقبل كل شيء الحرب تكون نووية لا. وتكون مدمره لن تكون تقليدية للكل يعني. ما تكونش تقليدية لأن إذا الولايات المتحدة استعملت الرؤوس باليستية النووية يعني الروس سترد بنفس المستوى وهنا م. تكون يعني حرب جاهد نبيا نعم. النتائج تاعها تكون وخيمه على وخيمة اوروبا وخيمه على, على افريقيا وخيمه على على الولايات المتحده على, نعم. على الصين اذا كل بوادر يعني الحرب العالميه الثالثه راهي موجوده ولكن فيه في الخفاء يعني نعم. علاقات دبلوماسيه تحاول باش توجد نوع من هل التوازن هل تعتقد استاذ بهذه المناسبه هل تعتقد ان العالم اليوم كبار العالم لهم من الحكمه والعبقريه الكافيه ما يعني ربما تجعل العالم يتفادى مثل هذه السيناريوهات يعني السيناريوهات عشناها في عشناها من قبل اذا يعني نذكرك بلا كريس دي دي, دي ميسيل دو كوبا نعم في 63 ولا 62 نعم, نعم. هنا كنا على وشك يعني حرب عالميه نوويه يعني كانت ربما يعني تدمر العالم نعم. ولكن كان فيه يعني يعني مع كل ما يعني ما ما من مع كل اللي أو من أو نظن ان فيه في الخفاء حاليا يعني آه علاقة دبلوماسيه في الخفاء لربما تحاول يعني باش نخرج من هذه الازمه هذه فور ليفيرين ديزيسكالات يعني هذا ما فيش ما فيش كان نظن وهذا يعني الراي تاعي الراسخ لكن يبقى الصراع خفيا الصراع والصراعات يعني الناعمه الصراعات الناعمه تبقى ولكن الروح في ليكيب دو لا نعم توازن الردع توازن ليكيب دو لا نعم الصراعات تكون خافيه ولكن الصراعات ربما ستمس بامن واستقرار عده دول وخاصه دول ضعيفه وسيعاد ربما النظر في النظام الدولي يعني يتطور الحدود يتطور الحال وضعية في تطور اعاده النظر في العلاقات الدولية ما بين القوى العظمى نتمنى أن يكون هذا التغيير المحتمل في المستقبل أن يكون في صالح منطقتنا ولن على الأقل نتفادى الأضرار الجانبية التي يمكن أن تنجم عن أي صراع نحن ربما بعيد عنه ولكن ثاني قريبون منه إذا يعني بالنظر إلى تشابك العلاقات الدوليه شكرا لك استاذ حسن قاسمي للمره الثانيه على تفضلك بتناول موضوع ربما كما قلت شائك ومعقد ويتطلب وقتا كبيرا وتسارع الاحداث فيه يتطلب ايضا يعني تعميق اكثر ولكن الوقت له سلطانه ونلتقي بكم مجددا في عدد اخر من حصه مونشيت مع مواضيع اخرى الى ذلك الحين مشاهدينا الكرام نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته